تقول: بماذا تنصحون النساء اللاتي يذهبن إلى المسجد للصلاة أو لسماع المحاضرة بأطفالهن؟ فقد يجد المصلون والمصليات من إزعاج الأطفال والعبث في المسجد وتخطي الرقاب ما يشغلهم عن صلاتهم. جزاكم الله خيرا. هذا أمر ممنوع في المسجد إذا كان الأطفال يسيئون الأدب بالنسبة للمسجد أو بالنسبة للمصلين ويحصل منهم أذى، فلا تذهب بهم والدتهم إلى المسجد، بل تبقى معهم في البيت وتصلي في البيت. وأما سماع المحاضرة فاليوم الحمد لله بالإمكان استماعها، إما بواسطة مكبر الصوت وإما بواسطة الأشرطة التي تسجل هذه المحاضرات النافعة، وهي موجودة ومبذولة ولله الحمد. نعم.